في سوريا كل من عمره دون النصف قرن لم يعرف سوى حزب البعث في السلطة، وكل سوري عمره دون الأربعة عقود قد ولد حتما تحت حكم حافظ الأسد، وكل سوري عمره دون 13 عاما قد ولد حتما تحت حكم بشار الأسد. أي أن معظم شعب سوريا قد ولد ووجد الأسد في السلطة، فبدا له هذا وكأنه من رواسخ الأمور. في 8 من شهر آذار عام 1963 قامت تلك الثورة المزعومة ثورة آذار، الثورة المجيدة العظيمة المظفرة إلى آخر ما هناك من ألقاب فخمة أطلقت عليها. هذه الثورة العظيمة هي في الواقع مجرد انقلاب عسكري اعتاده السوريون في تلك الفترة، دبره مجموعة من الضباط في الجيش وهم خليط من بعثيين وناصريين وقوميين عرب ومستقلين، بالتنسيق مع بعض الضباط المسرحين من الجيش ومنهم حافظ الأسد الذي كان قد سرح بعد استقلال سوريا عن مصر عام 1961، وقد تم نقله حينها إلى مديرية النقل البحري في وزارة المواصلات. لقد حرض الانقلاب العسكري الذي قام به البعثيون في العراق صباح 8 من شهر شباط عام 1963 شهية الانقلاب المتأصلة في الضباط السوريين، فتحالف ضباط بعثيون وناصريون وقوميون عرب ومستقلون ودبروا انقلاب 8 من آذار، حيث انطلقت بعض الوحدات العسكرية فجرا من معسكرات القنيطرة والسويداء باتجاه دمشق، وسيطرت على الإذاعة والتلفزيون وأركان الجيش وبعض مقرات الحكومة. وقد أذاع الانقلابيون بيانهم الأول رقم 1 صباح 8 من شهر آذار، وأعلنوا في بيانهم الثاني حالة الطوارئ التي بقيت مستمرة دون انقطاع حتى اضطر بشار الأسد لإلغائها شكلياً عام 2012 تحت ضغط انتفاضة السوريين، أي بعد قرابة نصف قرن، وهي أطول حالة طوارئ في التاريخ الحديث مع استمرارها عملياً حتى اليوم بطريقة أكثر بطشاً. وقد حدث الانقلاب بسهولة بسبب هشاشة المجتمع المدني السوري الذي أنهكه عهد الوحدة مع مصر، وبسبب اعتياد السوريين على الانقلابات العسكرية وتساهلهم معها. وعلى أثر انقلاب 8 من آذار تم تشكيل المجلس الوطني الأول، وقد كان لؤي الأتاسي رئيساً له. لكن سرعان ما اصطرع الانقلابيون فيما بينهم على النفوذ والسلطة، وتغلب البعثيون على خصومهم بعيد 8 من شهر آذار عام 1963 بقليل، وتمت تصفية واسعة للضباط الناصريين والمستقلين وجلهم من السنة، وخاصة بعد محاولة جاسم علوان الانقلابية الفاشلة في 18 من شهر تموز عام 1963. إذن وبعد هذا يكون البعثيون بعيد 8 من آذار عام 1963 قد وجهوا الضربة الثانية للتعددية في سوريا بعد الضربة الأولى التي وجهها عبد الناصر، إذ قاموا بتصفية شركائهم في الانقلاب فأصبحت دائرة الحكم أضيق. وهذا غيض من فيض، والحديث يطول عن هذه الثورة الكاذبة التي أنجبت هذا الحزب الدموي وهذا النظام الفاسد الذي تأسس على الخيانة منذ بداية تأسيسه، وقد امتد فساده وإجرامه لعقود عدة.